مفيش أي إنسان يقدر ينكر إن الحرب دمار وخراب، وأكيد مفيش أي إنسان بيتمنى إن الحرب تستمر. وزي ما شفنا كلنا خلال الفترة الأخيرة، العالم كله بيطالب وقف فوري للحرب في غزة، ولكن أصوات العالم كلها كانت في كفة، وصوت الطفل الفلسطيني اللي الفيديو بتاعه اتصدر الترند عالميا كان في كفة تانية. تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي الفيديو ونرجع نكمل كلامنا. فيش صوت طيارات سمعين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة، بس هذا الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. فرحت كتير أنا يا جماعة، والله فرحت كتير. والحقيقة إن ده ما كانش الفيديو الوحيد اللي اتصدر الترند لحد من أطفال غزة، لأنه زي ما هنشوف الفيديو اللي جاي مجموعة من الأطفال بيتكلموا عن حلم بسيط جدا نفسهم إن هم يحققوه، وهو التعليم وعودة الدراسة تاني. تعالوا نروح نشوف ونرجع تاني. هذه مدرستنا، حرمونا من التعليم، بيستهدف المدارس، كل هدول الأطفال إحنا من نتعلم. إحنا اليوم قاعدين بالمدارس، إلنا 48 يوم قاعدين بالمدارس متشردين، شوفوا كيف الناس. إحنا حاجة نتعلم، حرمونا من القراية، حرمونا من التعلم. إحنا منحب التعليم، إحنا منحب مدرستنا. إحنا حد يحمينا، فيش أمان فينا، في أي وقت ممكن يقصفوا المدارس، البيوت، في كل مكان يقصفوا. بدنا إحنا هدنا تامة، خلاص بدنا.